شاين ترى الملاحظه بين هذا وهذا، شو اليوم كي كيتغير شتيه، هادي تعطي واحد اللمعه ماشي شكل هذا، واخا بيض كيسقسق ولينا هذا كيزيدوا جماليه. سير الله دابا هذا راه فيرني ماطو، ولكن فاش كتكون كتضربو راه كيولي بحال الزلي جبل عاد كيتماطا. انا نوريكم باش تبان لكم الفرانش. خرج اخويا خرج. السلام عليكم متتبعين قناه موتوريكس مع فيديو جديد والتتمه ديال السلسله ديالنا ديال الاصلاح والتجديد ديال جوج نيطرويات اللي غادي نتوكلوا فيهم على الله. مهم كما تتشوفوا الكاريناج ديالهم هما هذا، مازالين طروف اخرين عندي راني حاطهم. ضربت لهم الكوش الاولاني الخوت بيض وبانوا لي فيهم واحد شويه ديال الروتوشات، وجبت واحد شويه الماستيك، ماستيك واحد الماده كتضرب حتى هي بالكراطوار. ما صلح ليش نصور حيت كان خاصني باش نبريسيزي وخاص لي شد معايا وما كان حتى شي واحد لي شد معايا الكاميرا. مهم غادي هما تيبانو تفيناو ياك، ولكن خاص فيهم واحد شويه واحد التكيكات كدا، داكشي علاش انا بغيت نفيني الكاريناج، بغيت الكاريناج هي نوقف الموطور ونبقى نشوف في وجهي، فهمتي هادشي علاش درت هاد البلان هذا. كيما قلت لكم غادي نحاولوا اننا نحيدوا داك الروتوشات، قلت لكم خصني نشوف الموطور لا ميزون، فهمتي يعني الميكا كل ما في كلمه من معنى. الكاريناج خصني نوقفو مزيان ديال الصح، هو راه واقف وليني خصني نقول لك نشوف فيه وجهي هكا باش حتى انا تنكون مرتاح. المهم غنحكو هاد اللعيبات هادو اللي درنا هنايا طن طن كاع داكشي اللي هير فيهم غنحيدوه وندوزو للسيباغا. خليكم معنا كتشوفو الخوت، حنا سالين هداك لوريطوش كاملين اللي كانوا بانو لنا في الصباغة المرة الأولى، درنا الماستيك فهاد البلايصات هادو هانتا، حتى حاجة مبقاتش فيها العيب كاع حتى حاجة. نبداو الصباغة ديالنا وحنا بوجهنا أحمر فرحانين. دابا هي كوية خفيفة كنعلم صابو الكوش الأول بيض عادي وعاد نديرو الناكري. يلا روح أنا شكي كيبان الفرق ما بين هذا وهذا. سير الله سير الله سير الله سير الله سير جديد سير الله جديد جديد خاصك تورينهم عاوتاني هاد الكلاج ديال داكشي باش كتصبغ عاود. بس شحال من واحد باغي يتعلم يصبغ وكدا، يصبغ مكانش المشكل. حنا علاش هنايا؟ يا باش نوريو البنادم دوك النويطات اللي ما عارفهمش. انا الوالد ها فين ها هي البيض راه شويه كيخوقش العينين، ولكن خاصك تكون عندك عين ثاقبه. طلعت منا هيا هنا هيا هنا وكما لون نقري هو اللي كيزين الموطور ياك المعلم. نزومي عليه نشعل عليه الفلاش ما يبان لكمش مزيان، ولكن ها هما النقيطات جيب عليه وسير على الله. راه شي تدار غير كلش خفيف باش شي يعطينا داك اللويين اللي بغينا حنايا، كيولي البيض بحال كتشوفو ميتاليزي فين نجيبات
داكشي اللي ضرب فيه الشمس كيعطيك الديكور اللون ديال الابيض. تارد تارد الابيض يردو شي شكل شكل اخر. كتخلط مع الديليو حتى هو. يلا راه شفتوا الملاحظه بين هذا وهذا، شو اللون كيتغير شتيه؟ هادي تعطي واحد اللمعه عام شي شكل. هذا واخا ابيض كيسقسق ولكن هذا كيزيدو جماليه. سير الله مشات الاول ثاني صندرو دابا الفيرني. شو الفيرني ماط هذا دار الويت. سير 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 المعلم بلا ما تغسل البيستا ولا ديك الساعه. علاش؟ على حساب صافي راه حنا ضربنا الناكراي ماشي مشكل واخا يدوز في مزيان باش تيلا شي بليصه ما ضربناهاش شفناهاش بعينينا كدا. خلاص هاد الفيرني ماط الخوت كيتخلط مقاصح كيكون قاصح اصلا وكيكون معاه التستر ديالو. ها هو هذا المجفف. هذا كتخلطو بالتيليو. هذا التيليو خلاص رقم واحد ضروري باش ماشي هذاك ديال الطروال كار هذاك ديال والو. ايه بالعاني هذاك كاين ما احسن من هذا. هو بعداكم من هذا الناس ديال الناس الدراوش المزيان فهمتي. اما الا كنتي باغي دير الغالي راه موجود كيتباع بوحدو عاوتاني من مال البريباراسيون. شحال من واحد راه ما عارفش بلي الصباغه كتبريبارا راه كيسحب له غادي يمشي غادي يلقى الصباغه طاساس يمشي ينوض الصباغة ديالو. واحد الالوان يا كنديكم لعند مول مول بريباراسيون الصباغه هي الابيض يدوخ والكحل حتى هو فيه بزاف ديال الالوان الكحل العاديين. يا شي طوموبيل دابا مصبوغه بالكحل وجايب انت شي كحل وديروا عليها وتشوف واش غادي تمشي. يبان لك عالم بزاف ديال الكحل كاينين وبزاف ديال الابيض وبزاف ديال الاحمر. واش هو اللي عند التستور هنا الوالد؟ هذا راس خويا كامل. هذا المنشف باش باش كينشف داك الفيرني تيعاون على التنشيف ديالو. دابا راه فيرني ماط ولكن فاش كتكون كضربو راه كيولي بحال الزليجه بعد عاد كيتماط. انا نوريكم باش تبان لكم. هانت خرج اخويا خرج مور ما تصبغ الكاريناج. هذا هو الدكاك اللي غيركب فيها خاصنا نقطعوه. عندي تا ديال الكحل انا ما كنصبغش بالكحل. اما هو كاين ديال الكحل كاين فيه جوج الوان كاين فيه هذا اللون وكاين في الاحمر. هذا فاش تصبغ بالكحل. انا كنصبغ ديما بالبيض كنرتاح للبيض بزاف. غنطلعو نشوفو الصباغه كي ولات. ترى خلينا واحد شويه نشوف الصبيغه كي طلعات. اللهم بارك. جوج ديال الموسطاش جوج ديال اللعيبات خلاص. كاريناج سبيريز بي سي دي بالنسبه للدراري اللي ما عرفوش هذا راه كاريناج بي سي دي. مازال غادي نزينو هاد الكاريناج هذا ديال البسيدة مازال غادي يطلع ناضي. اما بالنسبة للصباغة شوف بدات كتنشف بدات كتماطا بلاتي جالو الفلاش. لاحظ معايا الألوان خليكم معايا شتيها فينيسي شتي كي كتبان دابا ملونة. الفيرني ضروري منو هاد الوجه شوف فيه وجهك هو ماط خلاص ما كاين لا استيكاج لا والو في الماط. كاين اللي كيستيكي بالصابون البلديان هذاك الشيء ما كيدخلش لدماغي حيت حيت هذاك الشيء اللي كيتستيكا خاص تكون كوشاتك بزاف ديال الفيرني. حنا تنضربو كوش واحد ولينين فيني شو داك الشيء. المهم كملوا الخدمه ديالنا نتسناو على ما ينشف ونركبو الديكالك وغندوزو المايطرات الاخرين في الماكينه
وستالاسيون ديالو. المهم خصنا نوقفو المواطر بجوج بيهم وعاد نديرو المونتاج. الحلقة الجاية ان شاء الله. مع السلامة الخوت.